ما بغيناش يكون حشو في الاجتماع هذا، مازال ما صوتوش على هذا المختار ولكن سمح لنا القراءه. وسي الاسلاف خبروا الاسبوع الفارط كان اجتماع عاجل حول قطاع الماء والفلاح. هذا الاجتماع اللي حضروه الاطراف من الادارات المركزيه نتاع وزاره الفلاحه، وزاره الماليه، وزاره الداخليه، المكتب الوطني للماء والكهرباء واطراف اخرى. الحصيله تاع هذا الشيء هو واحد القسط مالي لمليار و 250 الف 250 مليون درهم كخطه استعجاليه لقطاع الماء في الجهه الشرقيه. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين كان اجتماع، وكان الاجتماع الاول هذا الاسبوع هذا بجمع الوزراء المعنيين وعطاو الاتفاق تاعهم، وهذا الاسبوع دابا اللي كنت كنتقلوا عندنا الخبراء اللي كيعملوا باش نشوفوا شنو هو لي بوندور اللي خدام عليها دابا نجتمع هنايا باش اليوم الاثنين المقبل ان شاء الله يعطيو التشريع على هذا المبلغ اللي كنتمناو باش غادي يتعزز بواحد 150 مليون درهم اضافيه باش يكون المساحه الخضراء اللي عندنا كاملين يكونوا صوب المياه العادمه اللي وقعت الجيب نتاعها باش ما نبقاوش نسقيو ذاك المساحه الخضراء بالمياه نتاع الغابيو وسلاح الفرده وتغيير تعمل على كل اثر. في نفس الوقت وزاره الفلاحه خدات على عاتقها باش يكون واحد التعزيز بالنسبه للشعير المدعم اللي تحت الفلاحه واحد القسط كبير. وراه امبارح كانت الدوره تاع الفلاحه وكنتكلم على هذا الشيء. انا كنظن بان الايام المقبله غتجيب واحد البشرى كبيره بالنسبه للجهه الشرقيه. لماذا؟ لان حنا في حاجه لهذا، ولكن الطلب اللي كنا نطلبه هو الدعاء باش الله سبحانه وتعالى يعطينا الانصاف رابدات، ولكن حنا كنتمناو ان شاء الله اكثر من هذا لان المنطقه تاعنا في حاجه كبيره الى المياه الامطار حتى شي حاجه ممكن تعود للامطار الى المياه. شكرا لكم.